منظمة نساء الاتحاديات اليوم تنظم واحد الندوة بعنوان الحقوق الإنسانية للنساء ومؤشرات التنمية. تنعتبر على أنه اليوم ميمكنناش حتى غير على الحقوق القانونية والحقوق السياسية والمدنية للنساء، بل بالعكس هاد الحقوق وارتباطها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. وهذا النقاش نفتحه على هامش المناقشات مشروع قانون المالية 2026 اللي تنعتبر على أنه ما جابش بمجموعة من الإجراءات المحفزة لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء المغربيات. مزلنا عندنا عسر في الولوج التعليم، كاين عسر كبير في تملك الساك في الحق في السكن، كاين صعوبات في الولوج الى العمل القار بالنسبة للنساء، وايضا كاين صعوبات كبيرة في الولوج الى الصحة. هاد الصعوبات تنعتبروا على ان المؤشرات ديال التنمية اللي كاينة في بلادنا تترجمها وتتقول على انه لا سواء الاحصائيات اللي صادرة على المندوبية السامية للتخطيط ولا الدراسات الصادرة على المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي ولا التقارير الصادرة عن بنك المغرب، كلها تتأكد على أنه النساء المغربيات ما زلنا ماشي في صلب التنمية في بلادنا، رغم أنهم تساهموا في الاقتصاد في البلاد ولكن ماشي في صلب التنمية وما تستافدوش من هذه التنمية. تساهموا الاقتصاد في البلاد بأنه إنتاج جزء من الثروة، ولكن هذه الثروة ما تستافدوش منها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وما تتنعكسش على حياتهم وعلى استفادتهم القطاعات الاجتماعية اللي هي السكن والصحة والتعليم والشغل. اليوم نحن نتواجد في سياق سياسي جد أساسي. هذا السياق هذا اللي حنا كنعيشوا فيه كيشهد واحد التردي على مستوى واحد المجموعة من المؤشرات وخاصة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. نشوفوا التقرير الأخير اللي طلقوا الاش سي بي لو كوميساري أوبلون بأن كاين تردي وتراجع فيما يخص نشاط النساء، كاين هناك فقر وسط لدى النساء، وكاين هناك هشاشة قصوى، وكاين عدم الولوج إلى المرافق، عدم الوجود خاصة كل القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة الأولية. أنا الأوان أن نفتح نقاشا وطنيا، وخاصة نحن أمام ثلاث سنوات من عمر حكومة، ثلاث سنوات كتأكد لنا على أساس أننا خصنا نديروا واحد النوع من الاستعجالية من أجل أننا نوصلوا ونحسنوا مؤشرات متعلقة الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها ولوج النساء إلى سوق الشغل. مؤشرات التنمية فيها كثير من القول كيف يمكننا أن نقيس مؤشرات التنمية، لكن بالنسبة لنا نحن في منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية فقمنا ببحث ميداني حول جزء من هذا المؤشر، وهو مؤشر مهم جدا مرتبط بكيف يحضر أو تحضر النساء في الفضاء العام. لماذا كيف تحضر النساء في الفضاء العام؟ لأن المرأة خرجت إلى العمل وتشارك بشكل كثيف في كل مناحي الحياة العامة، ولكن تمثل حضور النساء في الفضاء العام لازال يبقى عليه أنها يجب أن تظل في الفضاء الخاص، وأن حضورها في الفضاء العام وكأنه حضور وكأنه أن ننتخي شي حاجة غير زايدة. لذلك فسنجد في هذا البحث بأن التحرش يتم شرعنته، العنف ضد النساء في الفضاء العام يتم شرعنته. لماذا يتم شرعنته؟ على اعتبار أنها وكأنها دخيل على هذا الفضاء العام بالرغم من كل التغيرات والتحولات التي شهدها المجتمع.